مساء الخير يا جماعة، معاكم الدكتور فكر الصباحي، استشاري ومدير صدر من غمر. كان حابب يتكلم عن الحالات اللي هو اكتشفها إيجابي كورونا في من غمر، وكان حابب يوجه لنصيحة للشعب مغمرات. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتشفنا حالتين في مدغم، واحدة في عيادة البطنة في قسم البطنة، وحالة في العناية، وأنا كشفت عليهم وطلع الحالتين إيجابي. وأنا بقول لكم التأخير في التشخيص هو اللي بيسبب الوفاة. الحالة الأخيرة بتاعت مدغم اللي توفى كان سببه 10 أيام بدون تشخيص، لغاية ما وصل لمرحلة تنفس صناعي وحولناه على تمام قنديل. بعد 3 ساعات من وصوله توفى رحمة الله. فالرجاء أي حالة مكتشفة تكون باكر قبل ما يقعدش، ما يقعدش 10 أيام وبعد كده نقول ده في صعوبة في التنفس ويحتاج أجهزة ويحتاج عناية خاصة، وربنا يشفي الجميع. وأرجوكم العزل العزل العزل، وشكرا. تحب توجه رسالة لمخالطين يا دكتور؟ بالنسبة للمخالطين، شغل الوقائي في الإدارة الصحية قام بدوره بالنسبة للحالات دي، وراح وعقم المنازل، والناس المخالطين ما يخافش، وأي واحد من المخالطين لأي حالة تظهر عليه أعراض احتقان في الحل، صعوبة في التنفس، يتوجه لقسم الصدر في مستشفى بدغام، وإحنا إن شاء الله نقوم باللازم، واحنا تحت اهل متغمر كلهم. شكرا دكتور، شكرا لحضرتك.